وانا حلاق مصاب بالسرطان الله يشافيك واحارب السرطان مثل ما احارب الفساد اللي دا يصير بحكومتنا. واجي هنا اخدم المتظاهرين اللي تحسن من ما قاعد بالبيت العلاج غالي كلش يعني انا اذا انقطع اشتري تقريبا بالشهر بمليون مليون دينار على حسابي انقطع. يجوز قدرت اشتري قدرت ابيع حاجة واشتري علاج. اكو ناس يعني ما تقدر تاكل حتى تشتري علاج يعني هم بيهم هذا المال.